هذا الميدان. نسير معكم سويا في المراكز العشرة الأولى التي نتابعها من أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات الصباحية والتحديات الجميلة. 8 كيلومترات حاضرة بتحدي وبإثارة. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول، نتابع صدارة هذا الشوط. هنا ومن يأتينا ريض على الصدارة هنا بانطلاقة سالم بن مستر بن غانم بن قبع المنصوري، من يقدم ريض على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني المركز الثاني والمنطلق هناك يأتينا الشامخ علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث سنيار علي بن سعيد بن خلفان بن حضيرم لقتبي، وهنا غطرس خليفة بن محمد بن لويع الخيلي المنطلق على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس حشيم سلطان بن سيب الضبيعة لقتبي ينطلق على المركز إذن الخامس وسادس المراكز. يأتينا الزعيم خليفة بن علي بن بخيت المسافري، من يقدم لنا الزعيم على المركز السادس. المركز السابع هنا شاهين حمد بن علي بن مصبح بالخصم لقتبي المنطلق بتحدياته. أما المركز الثامن بهذا الانطلاق وهذا الأداء ياتي مرعب ناصر بن سالم بالمر العامري، من يقدم لنا المرعب بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل وتحدياته. هنا الوصول من الباز عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري مع الباز في هذه اللحظات تاسعا، وعلى المركز العاشر علقم خليفه بن خميس بن محمد بن صوب الكتبي، من يقدم لنا علقم هذه الانطلاقه وبهذا الاداء الجميل. ها هي العشره الاسماء ذعناها على حضراتكم، خلف العشرة الأسماء هناك أسامي حذراك من هذه الأسامي القادمة أيضا بتحدي وبالأداء الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط والصراع على المقدمة. هنا لا زال ريض على الصدارة، ريض على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يقدمه أبو أحمد بهذه الانطلاقة، سالم بن مسفر بن غانم بن قبع المنصوري، من يقدمه على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني سنيار علي بن سعيد بن خلفان بن حضيرم لقتبي، وغطرس على ثالث مراكزنا خليفة بن محمد بن لويع الخيلي. أما المركز الرابع الشامخ علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصوري. والمركز السادس والأسماء القادمة هنا على سادس المراكز. يأتينا هنا مرعب ناصر بن سالم بالمرة العامري، ومن الجانب الآخر هناك حشيم سلطان بن سيب الضبيعة لقتبي، من ينطلق بهذه التحديات الجميلة. تابع المراكز عندك يا بن خصم، هنا مع شاهين حمد بن علي بن مصبح بن خصم لقتبي يقدمه على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن ثامن مراكزنا، والقادم هنا يأتي الزعيم خليفة بن علي بن بخيت المسافري، من يأتي بالزعيم على المركز الثامن والمركز التاسع. المركز التاسع وأول ندى لتاسع المراكز مصيحان السعيد بالطوير بالأسود العامري، من يأتي على المركز التاسع والمركز العاشر غطرة. هنا يأتينا الباز عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري، من يقدمه على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى.
ناها على حضراتكم للانطلاق وبهذا التحدي الجميل نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة وإلى المقدمة. منتصف المسافة، منتصف المسافة والأربعة كيلومترات غادرناها والصدارة هنا والتغيير من قبل سنيار من قد هنا انطلق إلى الصدارة وإلى المركز الأول. علي بن سعيد بن خلفان بن حضير من اكتبي من ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني، أما المركز الثاني ريض، ريض على المركز الثاني. سالم بن مصر بن غانم بن قوبع المنصوري قدم ريض على ثاني المراكز. والمركز الثالث، المركز الثالث بالضبيعة قادم مع حشيم هنا سلطان بن سيف بالضبيعة اللي كتبي وباللويع مع غطرس على المركز الرابع. خليفة بن محمد باللويع الخيلي من يأتي هنا على رابع المراكز. والمركز الخامس، المركز الخامس مرعب ناصر بن سالم بالمرة العامري ويأتينا شاهين حمد بن علي بن مصبح بن خصم نكتبي على المركز السادس. هذه هي الأسماء الستة الأولى المنطلقة، هذه التحديات وبهذه الإثارة الجميلة الوصول هنا أيضا والتسللات قادمة. هذا الأداء الزعيم يتسلل على المركز السابع، الزعيم خليفة بن علي بن بخيت المسافري. وهناك التغيير من الباز عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري أيضا قادم بالباز. هذه اللحظات على المركز الثامن، المركز التاسع، المركز التاسع يأتينا أم صيحان هنا سعيد بالطوير ولكن أرى هناك علقم خليفة بن محمد خليفة بن خميس بن محمد بصوب لقتبي وعاشرة مستحيل علي بن مصبح بن مفلح لقتبي من ينطلق على المركز العاشر. أحد الأسماء أيضا يتدقر في هذه اللحظات. غادرنا الثلاثة كيلومتر وحزام الغابات هنا والصدارة عود إلى المقدمة وإلى السنيار، إلى السنيار على الصدارة، سنيار على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هنا علي بن سعيد بن خلفان بن حضير من اكتبي على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني حشيم عندك يا بالضبيعة، حشيم هنا ينطلق سلطان بن سيف بالضبيعة الاكتبي شاهين يأتينا على المركز الثالث. علي بن هنا حمد بن علي بن مصبح بن خصم نكتبي من يقدم هذه اللحظات على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع هنا مرعب ناصر بن سالم بالمر العامري ويأتينا على المركز الخامس. ريض، ريض على المركز الخامس، سالم بن مستر بن غانم بالقبع المنصوري من يأتي بريض على خامس المراكز. هذه اللحظات الانطلاق والتحدي، أرى الأسماء القادمة، الأسماء القادمة. هذه اللحظات هنا يأتينا هذا الأداء هنا الزعيم خليفة بن علي بن بخيت المسافري هناك مستحيل علي بن مصبح بن مفلح لقتبي والقادم بأول ندى لهب راشد بن محمد بن علي بن قريني المنصوري أن يأتينا اللحظات بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. الله الله، المركز التاسع، المركز التاسع والقادم على تاسع المراكز هنا والمنطلق بهذه اللحظات. هذا الأداء معاند عبد الله بن سعيد بن علي لقتبي والباز عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم عاشرا. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز العشرة. نعود هنا إلى التغييرات التي تطرو وتجرو على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. شاهين من غير على الصدارة، شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول
انطلق بصدارة هذا الشوط. شاهين شاهين حمد بن علي بن مصبح بالخصم نكتبي من غير على الصدارة، غير على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بدأ ينطلق هذه اللحظات بصدارة وبالمقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني وصل هنا، وصل في هذه اللحظة. لهب، لهب بدأ يلتهب. لهب هنا راشد بن محمد بن علي بالقريني المنصوري، وعلى المركز الثالث مرعب ناصر بن سالم بالمر العامري. من يأتينا هذه الانطلاقة؟ الله الله الله، التحديات قوية ثلاثية هنا بعد الكيلومتر الأخير، ولكن شاهين المسيطر على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بهذه الانطلاقات. شاهين حمد بن علي بن مصبح بالقصم نكتبي على الصدارة، على المقدمة. يأتينا لهب على المركز الثاني، لهب على ثاني المراكز. راشد بن محمد بن علي بن قريني المنصور، يلا يا أبو غيث هنا. الله الله، التحديات الأخيرة، هذا الأداء. هنا يأتي مرعب ناصر بن سالم بالمر العامري ثالثا. الله، التحديات الأخيرة. شاهين صامد على الصدارة، شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة وعلى المقدمة. سلوم للهير، سلام. الله الله، التحديات الأخيرة. إذن ها هو شاهين مع الميتين متر الأخيرة، يعلن الفوز، يعلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء، حمد بن علي بن مصبح بالخصم لقتبي. تهانينا على هذا الفوز هنا، وفوز شاهين ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. المركز الثاني هنا مرعب ناصر بن سالم بالمر العامري. لهب يأتي هنا راشد محمد بن علي بالقرين المصوري. ثالثا المركز الرابع معاند عبد الله بن سعيد بن علي الاكتبي. المركز الخامس العابر محمد بن عوض بن حمد الخاصوني الاكتبي. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم. نتابع مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني، التوقيت الزمني هنا 12 دقيقة 56 الثانية هنا وتسعة من الأجزاء من الثانية. توقيت شاهين هنا حمد بن علي بن مصبح بالخصم لقتبي، بينما المركز الثاني مرعب ناصر بن سالم بالمر العام 12 دقيقة 59 ثانية وفاء وتماما وكمالا. أما المركز الثالث فوصل مشاهدينا الكرام على المركز الثالث، لهب للسيد راشد بن محمد بن علي بن قرين المنصوري 13 دقيقة ثانية واحدة وسبعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.